انطلاقا من العلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كافة المجالات ومن بينها المجال التعليمي، قام الوفد التربوي المشرف على جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي بزيارة إلى وزارة التربية والتعليم، وذلك في إطار التحضير لانطلاق الدورة الثانية للجائزة، حيث استقبل سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم بمكتبه بديوان الوزارة بمدينة عيسى الوفد التربوي برئاسة سعادة الشيخ خلود بن صقر القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم المساعد لقطاع الرقابة نائب رئيس اللجنة الفنية للجائزة والدكتور حمد الدرمكي الأمين العام للجائزة. خلال اللقاء أكد الوزير على الدور الريادي لهذه الجائزة في تحفيز الميدان التعليمي الخليجي على تقديم أفضل الممارسات في المجال التربوي، فقد شهدت الدورة الأولى مشاركة واسعة من المعلمين والمعلمات من مملكة البحرين والذين تنافسوا في عرض تجاربهم التعليمية المتميزة، مما ساهم في تأهل 4 معلمات بحرينيات للمشاركة في الرحلة التدريبية والعلمية إلى أعرق المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية للتعرف على أفضل الممارسات التربوية. قد أشاد الوزير بالتعاون الوثيق بين البلدين في المجال التعليمي انطلاقا من العلاقات الأخوية الراسخة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.